مشاهدي قناة زومسا تي في، مرحبا بكم في افتتاح الدورة 13 للمهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة. باش نتعرفوا على جميع التفاصيل خليكم مع الصور. سيداتي سادتي، أرحب بكم في الدورة 13 للمهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة. شكرا أيضا لكل وسائل الإعلام التي تواكب هذه الدورة دائما في الموعد ودائما عند الحدث. هذه الدورة 13 للمهرجان الفيلم القصير المتوسطي، عندنا فيها غادي نقدموا 51 فيلم من 19 دولة متوسطية بما فيها المغرب، واللي نقول لكم هو 600 فيلم تعرضت على الجنة المنظمة، 600 فيلم من البحر الأبيض المتوسط، تختاروا منها 46، ثم 5000 فيلم قصيرة مغربية اختاروها المهنيين المغاربة. إذن عندنا 51 شريط قصير اللي غادي يتعرضوا هذا الأسبوع في طنجة. طنجة مدينة رائعة، أنا تعرفت عليها من أكثر من 10 سنوات وجيتها أكثر من مرة. طنجة مدينة جميلة، والافتتاح كان هادي وراقي، يعني يناسب الفيلم القصير من غير بهرجة ومن غير حضور كبير لنجوم وأضواء وإلى آخره. هو مهرجان ليس صغيرا في قيمته، لكن غير معني بالبهرجة والأداء يعني المبالغ فيه، يعني فيه قدر من البساطة لأنه معني بفن السينما بشكل حقيقي. كنا مع حفل افتتاح المهرجان المتوسطي للفيلم القصير، مستجدات أخرى عن المهرجان في اليوم الثاني غدا إن شاء الله.